هرمودك بني آدمك صدق عمرك يتمادو عائشة رضي الله عنها أيا كم داي وها معلن كذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجود الناس كوقف حلسا بني آدم وردن ما أنت وحين حلقة كجهد لنا صدقة فضائل كذا يعجائب تكترته صدقة وين أغنها يو فوائد كيلاده هاي صدقة وحكم ده إن أي مالك يتشرك به ذنوب تكترترته إن أي بلايوينك أي مصيبوينك أي حياة بوكانك ذاتك كفو جيسو إن أي وحي إلهي كسيي بركيسو إن إلهي وحي كسيي أي كو زيادة صدقة تأوغو يراي صدقة قبطو أما فوائد كيدا وحكم ده إن أي ذاتك مساكين تاهي باهن قلبي قودة فرحات جلسو قف بني آدم هو صدقة بحيي وكفر حيي قف أي كتشيفته وين قرانينا فضلي قولي وانا كو أغير ير فضاء إيش أغير ير أي صدقة لا داي انت أدون كان لتشوق أي تاسو كم بتاي حق آخر هذا هدينو إغنو صدقة ميزانك وحي كم بتاي وحي أبا علص ميزانك يوم القيامة وحي كم بتاي وحي أبا ضدك أفضو داي الصراط جدك صراط جهنم الله دول ديكي دونو مريتان كيسا وحيابا أفضو دايا بني آدمك أيي كميتاي وين وقنا هايو درجوين باي أكر لسا قفكو مركو چرندا قلو صدقه دا قفكو درجوين باي أكر لسا مالين تا قيامها عاد عيد سوردو واتو اي قف والي باقو ليدد كيسا انتو دم بيسو لا كائن لأق وليدد او كنحت بالانايا مالين تا قيامها وحو نبي قولي عليه سافضل الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس قف ولبوحو هرسانيا انتي صدقتي سل اكيد هر لك مال انتا قيامه كلل عد عيد سودو وانيسو اينو شيغني مالك وحو الهي انسيي نوع كستها هذا وحو ناكسن انينو هر اسي مرسنو او اينو كصدقاي سنو واي وحا لالا وحا مال اد قفكو هايستو وصدحون ويا صدحون أي استعمال بني آدمك سيدو رسولك صلى الله عليه وسلم يري كنسو كان صحيح مسلم أن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أرضاه أي وحيد مالمها كم بدا نؤيم رسولك الله صلى الله عليه وسلم إساقو آخرية ألهاكم التكاثر سورة داس تباتنا وحيد مركو دمي وحيدي يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا من ثلاث ما أكلت فأفنيت وما ألبست أو لبست فأبليت وما تصدقت فأمضيت وحيري الرسول كي الله مركو آيات دا دمي وحيري دادكو وحيري هذا أما بني آدم كو وحيري ها مال كيجي مال كيجي صوحره تري انتين مقن حقاي كو مقن تاي هدي عيد الدواء تابطو اي كاقادتنا وكو دقالما يا او سورد عينا يا لكن مال كيساس وصدح متكم دهم بويري الرسول كو عليه الصلاة والسلام وحو غفقا بني آدم كيه عني ومسخوشة كردي وعني بيتلمي جاي كل عضا ويدح وحدي وهوه ودو قوبي وده تنا وطورو ميت كلا سوقاته معلتي انت اسم بقلني وعني مسخوشة كردي وعني مسخوشة كردي وحو هونا ويدو قوبي انا غار كلو كل بكبه با كرد ماضي دركي با كرد ماضي يا قوياشي قوشي هرددا كرد ماضي وصوع سبونيسينا يوم كوا سمحين نقدين وحانو أدونك أوتر سنين وي مدى صدحات وما تصدقت فأمضيت وحد صدقي ستي وإلهي حقي سكويل وآد كيت ستي وإلهي كوهيو سبحانه وتعالى وصدح دامدون
مرك قف كي بني آدم كها مال كي وترسنا يولها عدي قاله وحو كله يهيون حقيقة هان وحو إساقو منافعات صدي آخر وحوي وحو صدق يستيون ضدك الصدقة عادو قو حل حل دير يهرمود كوها يلا يقان وحكمدها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين هرمودك بني آدمك صدق مرك يتمادو عائشة رضي الله عنها أيا كمدها وها معلن كذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجود الناس كوقف حلسا بني آدم وردن أيا ها معلن كذي أبهيد نوحوها فحل كلي وين أغنهي صدق يسو هير كي كلا قارين عبد الله بن زبير بن العوام رضي الله عنهما أيا وحا لقصو وريئين وجري ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن وحيري وعد كف حلسن ولي جاي ما نرق معني مرك الرسول كي يلا قريبا عائشة أبه أسماء أبهد يا لبقف وكف حلسن ما نرق ما نرق بيدي لبضاس وعيد مدة أنت أوررس 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 وح الله لو حي صقلة أي هل مرقي بنشرت مدينة وح الله لو حي صقلة هبينك بقى ومدوم يشرين وحان الله شاقي معاوية رضي الله عنه إنو مالين مال ما كم إذا أصو دري عائشة رضي الله عنها بقول كن أو درهم هبينك ومدقين هبينك ومسو قلين إلا عيسو وضد عفسي وضد مساكين هي فقراء يقيبس دابا تنقبر يرعى وينشر تيباتري يا أم المؤمنين لو اشتريت لنا منهم بدرهم لحما أم المؤمنين أي محاد إنو قسو إنو قريب ويدي درهم أينو صوصيس أنو هلب أينو كوافرنو فقالت عائشة رضي الله عنها ألا قلت لي محاد يوشيق ويدي إيه حسوسي ويدي معني وحوية مال كاسو قلي قلبي قيدة وحا كتيرة داد كا قاعد سي هو أدقو ديقو ديقو سي ديقو إسكاسي هو رئيسي ما هايدو إسكو استعماشو حتى أفر كسما يستو